السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي في حقه هو مهم بزاف، بالنسبة للذكور ديال الأرانب العقيمة. يعني كاين سبقني في حلقات قديمة هضرت على العقم ديال الذكور، كاين كنت هضرت على الخصية الكبيرة والخصية الصغيرة، يعني خصو يكون الخصية ديالو مقادين. اما بالنسبه للطول او صغر ديال الذكر ديالو، يعني الجهاز التناسلي ديالو، ماشي مشكل. اما هاد الذكر هذا اللي خرج لي هاد البابيون هذا، انا بغيت نهضر معكم باش تردوا بالكم ان هاد اليمات ديال انتم كما كتشوفوا معايا هي هو حيوي مزيان، ولكن كاين واحد القضيه ديال الارجل الخلفيه ديالو. الارجل الخلفيه ديالو الا لاحظتوا هاد الذكر هذا هو، شوفوا هو ملي غادي يوقف، شوفوا الارجل ديالو الاماميه مع الارجل الخلفيه، يعني ملي كيوقف هانتوما كما كتشوفوا، يعني هو انه هاد الارجل الخلفيه مع الارجل الاماميه، شوفوا رجلو كيفاش خارجه هنايا، ها هي خاص ملي كيوقف كيخرجها بحال هكا مائله هكا بحال اللي نقولوا فرك. هذا كيكون ما صالحش يعني للتزاوج، يعني هو الصالح، ولكن يعني العمليه ديال التزاوج ديالو ماشي كامله، يعني ماشي غادي يطلع وغادي يرتكز فوق رجليه، يعني وغادي يطلع وغادي يقوم بالعمليه ديال التزاوج كما ينبغي. لا، هاد النقطه هذه ردوا بالكم منها. يعني كاينين ذكور ديال الاحلال شي مشكل، الحمد لله ملي كيوجدوا يعني شي خلفه راه كتوجد بكثره. غير نتوما هاد القضيه هذه ديال الذكر منين يكون فرك، يعني منين يكون الوقفه ديالو، ها نتوما كما كتشوفوها نتوما راه مخرج رجلو، هاد الرجل الخلفيه هذه هي راه مخرجها، نتوما مخرجها منين تشوفوه مخرجها، ها نتوما ها شوفوا الفرق ما بينه وبين هاد النيوزيلندي. ملي كيوقف نتوما ملي كيوقف ورجلو الاماميه مقابله مع رجلو الخلفيه، هذا رجلو يعني خارجين، يعني حنا كنقولوا فرك، يعني في، يعني هاد الرجل هذا ديالو كتكون في، هذه رجل في هانتوما. هو تبارك الله هو نشيط وحيوي، ولكن ملي كيوقف هانتوما شوفوا كيفاش راه داير، شوفوا رجلو كيفاش خارجه هنايا، هذه دايره بحال هكا هانتوما، هذه كتخلي كدير له عاقق باش يقوم بالعمليه ديال التزاوج على اكمل وجه. لا هكا ما كيقدرش يطلع، وخا يكون الطول ديال الجهاز التناسلي ديالو كافي، انه ما كيقدرش يدير يقوم بالعمليه التزاوجيه ديال التزاوج. وصدقوني هاد الفكره هذه راها مجربه، منين حنا كنهضر على الناس اللي باغيين يشريو واحد الذكر على شي واحد ما يكونش عنده هاد الديفو هذا، هاد الديفو هذا راه مهم بزاف، ما خصوش يكون فرك، لانه ما كيقومش بالعمليه ديال التزاوج على اكمل وجه. اذا هذا هو الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، ردوا بالكم من هذه القضيه هذه، ان خصكم تجيبوا واحد الذكر يكون فحل وما يكونش رجليه عوج بهذه الطريقه هذه، لانه ما غاديش يعطيكم واحد الانتاج اللي نتوما راضين عليه واللي باغينه. اذا هذه هي الحلقه ديال شوفوا ها نتوما هو كاع بينها بزاف. دابا انتوما ملي الارنب كيدير هاد الجلسه هذه ما كتخرجش رجلو من هنايا، انتوما شفتوا شحال راه خارجه، انه فرك داكشي اللي عطاه سيدي ربي هو داير هكاك. اذا الحلقه ديالنا راها سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، وساندونا بزر جام. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.